صباح الخير، كيف صبحتوا؟ مبروك عيدكم، تعيدوا بالصحة والهنا. أنا إن شاء الله نمت من النعاس ودابا باش نتسخر. ملي مشيت نشوف كان جبار فحم في زك طاحت عليه شتا ديك النهار، فما بقاش يصالح شكرا كانت عندي في بالكم. دابا غادي نمشي نشريو فحم باش نشويه إن شاء الله، وغنشري حتى مغارس، ديك قطبة اللي كنعملو فيهم الشوا، حنا في طنجة كنقولو لهم مغارس. غنزيد واحد شويه باش ما نبقاش نشوي ونوقف، نشوي بشي دقه وحده. ايوا صافي هادشي اللي كاين. كنا في المغرب قلنا دابا طلعنا نسطح باش ندمحوا الحال اللي دوز فوق. يلا انا غناكل كبده قبل منكم. جينا عند تشينو باش نشري المغارس ونشوفوا واش عندهم فحم. هذا تشينو كبير جا هنايا في كانسيلات، اللي عجب عندهم اللي بغيتي. حنا ما خصناش نتعطلو، غنمشيو نيشان الموطا ديال القشا. كونوا هنا. شنو هاد سيدي؟ ها بانيوس. نعم سيدي، باش نغسلو الراس والكرشة، صبنو الهيدورة. يلا تنشي عام ان شاء الله نكونوا في المغرب عاد كنقطعنا من هاد الشيء. الفحم صافي تسخرنا، الحاجات اللي خصنا وراجعين فحالنا للدار باش نبداو نشويو ان شاء الله. الناس اللي يقولوا لي علاش ما شريتيش الحم ولا علاش ما عيطتوشي، معنا شي فين ندبحوه، ما جبرنا شي، خصنا نشوفو شي فيرما باش نقدروا نشريو من عندهم وندبحو تمانيت. ما جبرنا شي للاسف، باقي ما كنعرفوش شي. حنا ساكنه في مربيه، تفيدني تقول لي فاين العمي ماجي ان شاء الله ونشري الحم اللي مذبوح. ما عندك الزر، انا بالنسبه لي هذاك ماشي عيب، يعني كتشري الحم وصافي، تشري الحم قطع حسب ما تشري محمول وهذا ما كاين. بلا بسم الله نبداو نعملو العواشر تاع حنايا نمضيو مواس، واخا حنايا ما غندبحو ما والو، غير يعني نقطعو اللحم وصافي. بسم الله، دابا غادي نبداو نشرملو. غادي نشرملو هنايا عندنا الشوا، هادي رجيله ديال الحاولي قطعناها، وغادي نعملو معاها في الإقامة كيمون وفلفل حمر والابزار وشويه ديال السكنجبير، بصله مطقطقه، عندي هنايا ربع مطحون وملح وزيت الزيتون. امين اللي غادي يشرمل المهمه ديالو. المهم كتكون كلشي كتعرفوا كيفاش كتشرمل، طبعا انا كنوريكم صافي كيفاش عملنا حنايا. الزيت وصافي، ونخلطوا كلشي مع بعضياته. بسم الله امين. غادي قطعنا كبده، ما جبرناش الكبده ديال الغنمي للاسف عند الجزار، فشرينا كبده ديال البقري. يلاه المهم ماشي مشكله، كلشي مزيان. بصحتكم الناس المغرب اللي يذبحوا وجبدوا الكبده طريه من فوسط الحاويين. عام سيدي غسلوها وشواوها. اما حنايا كنقيسوا صافي. يلا الحمد لله احسن من والو. ودابا غادي نشرملوها الكبده. عندي هنايا في الاقامه فلفل حمر وكيمون والابزار، وهذه حتى هما مطقطقه مع الربع وزيت الزيتون. دابا انا غادي نشرمل. المهم هذه الطريقه ديال التشرميل ديالو، بغيتو تخلطوا كلشي مع بعضياتو مع الزيت عاد تخويوهم، بغيتو تخويو الاقامه نيشان وتخلطوا على حسب نتوما شنو بغيتو. دابا بدلتي الطريقه. شرمتي الشوا بشكل كبدا بشكل يلا زيت. صافي بغا نخلطو كلشي مزيان، وغادي نعملو في النبيرة ونخليهم تنصبح ان شاء الله. دابا حنا كنشرملو هادشي في الليل النهار ديال الخميس،
والعيد غدا ان شاء الله الجمعه باش يطلق فيهم الاقامه مزيان. دابا غادي نعدل شويه ديال صلصه الطماطيشه اللي غادي نعمل فيها الكبده. هنايا عملت زيت العود والربع والثومه، غادي نزيد عليهم فلفل احمر شويه ديال الابزار وكيمون. نخليهم واحد شويه وديك الساعه نزيد الطماطيشه تتشحر ليا التاو. دابا غادي نزيد الطماطيشه هنايا الخلطه، كميه كتبقى على حسب الرغبه ديالكم طبعا. انا عامله غير جوج ديال الطماطيشات صافي. دابا غادي نخليها طيب. دابا غادي نعملو الكبده في مغارس باش نشويوها. عملت واحد جوج ديال القطيبات ديال الكبده يتشوا هما اللواله، دابا بدنا نسالي ونعمرو حنايا مغارس اخرين باش هادو غادي نعملو مع مطيشه يطيبو في صلصه مطيشه. دابا غادي نعمل الشواء اللي شر منه البارح، طلقت فيه الشرميله مزيان. صلصه تقريبا طابت. هنايا شواو لي هاد جوج ديال القطيبات اللي عملت ديال الكبده، غادي نخويهم فيها ونخليهم يغليو فيها باش يطلقوا مزيان. الكبده شوات صافي، حيت واحد الجهه باش تبقى سخونه. وهنايا هاد القطيبات ديال الشوا كيتشواو على عيني وجدو تقريبا، بقات مشي بزاف. وها هو الشوا ديالنا واجد، كلشي وجد. ها هما قطيبات الشواو بريرات ديال اتاي ضروري. هذا الخبز غير شريناه الصراحه سخناها. وهادو قطيبات ديال الكبده، وهادي صلصه ديال المطيشه بالكبده اللي وريتكم وصافي. بسم الله مرحبا بكم معنا. وهنا كيتسالى فيديو ديالنا الغزالات. كنتمنى لكم عيد مبارك سعيد، وكل عام وانتم بالف خير وبصحتكم الشوا وبصحتكم كل شيء. عيدو ديالي وديالكم. شكرا على حسن المتابعه، بسلام عليكم وكل عام وانتم بالف خير. ودابا غادي نخليكم مع بعض اللقطات ديال الاجواء ديال العيد ديال الفيديو ديال العام اللي فات. كاين بعض المشتركين اللي جدادين ما شافوش الفيديوهات اللي قدامين، اذا بغيتوا تشوفوا الفيديو كامل غادي نخلي لكم الرابط اسفل الفيديو في صندوق الوصف، وغادي تطلع عندكم واحد البطاقه على الشاشه بحال اي بحال علامه التعجب مقلوبه، ضغطوا عليها باش تنتقلوا للفيديو. شكرا بزاف، كل عام وانتم بالف خير وعيدكم مبارك سعيد.